هذا كل ما تريدينه؟ أتعلمين؟ ربما قد نقوم بجولة أخرى في المتجر. تحب زوجتك التسوق كثيراً، ها؟ أجل، أتمانعين رفع الصوت قليلاً؟ بالطبع. شكراً لك. الإخوة لي من على وشك الإفلاس، والأسواق المالية من آسيا إلى أوروبا تفعل ما بوسعها لمنع سوق الأسهم من الانهيار. رأى موظفو بنك استثماري في أمريكا ذلك مكتوباً يوم الأحد بعد انهيار المحادثات لإخراجهم من الهاوية. لقد تدهور الوضع بسرعة، كان علي من يفعل شيئاً. عزيزتي، أتحتاجين إلى كل هذا؟ اعتقدت أنك أنهيت للتو صفقة كبيرة. أجل، لكن إسكرو لم تفعل، مما يعني أنني لن أتقاضى المال قبل الأسبوع القادم. ربما علينا أن... هي، سيكون كل شيء بخير، أتعلم؟ استخدم بطاقتك الائتمانية، أرجوك أرجوك أرجوك. حسناً، قل لوالدك أجل. أجل أجل. حسناً حسناً، علي فعل ذلك الآن. كانت النتيجة أن مزيداً من الأمريكيين فشلوا في تسديد أقساط الرهن العقاري. حسناً، إذن ما رأيكما؟ يا إلهي، إنه مثالي. أوافقك، أحب هذا المنزل وأردت شراءه منذ مدة. إنه منزل الأحلام. هاي، لا تحاول المزايدة علينا الآن. هاي، لن أقدر حتى لو أردت ذلك، لا أتحمل الثمن أبداً. إذن أتريدانني أن أقدم الطلب؟ سنقدم 3.2 3.2 مليون؟ لكنه معروض بأربعة. أجل، لكن رأيت الأخبار، الاقتصاد ينهار بشدة، لذلك سنقدم عرضاً منخفضاً ولنرى ما سيقولون، صحيح؟ بالمناسبة، هل سمعت من البنك عن قرضنا؟ ليس بعد، ولكن مع رصيدك البالغ 800 وما قيمته 20%، يجب أن يكون أكيداً. يعجبني هذا. لن أقلق بشأن ذلك. أو يبدو أنه البنك يتصل بنا، سأجيب. مهلاً لحظة. حسناً. كال، انقل لي الأخبار. كنت أفكر في بعض التغييرات. ماذا تقصد بأنه لم يقبل؟ ماذا؟ ما الذي يجري؟ ماذا؟ انخفضت أسهم أبل بنسبة 1.7 وخسرت 37 نقطة. انخفضت الأسهم بنسبة 3-4%. لنتحدث عن سرعة انهيار الأسواق التي نشهدها. انخفضت الأسهم كثيراً بنسبة 4-5%. انخفضت الأسهم بنسبة 16%. أبي، هذه القطعة غير مناسبة. تابع البحث تيمي، سوف تجد المناسبة. هذه غير مناسبة أيضاً. لن أنهي هذه الأحجية أبداً. مهلاً مهلاً يا صديقي، سوف تجد الحل. ماذا أقول لك دوماً؟ إن استمررت بالسعي تجاه شيء ما ستصل إليه في النهاية. هذا صحيح. إذن أجل، فعلتها. اضرب كفك. تركن ستيفاني السيارة، لذلك علينا الذهاب الآن. أريد الوصول باكراً قبل موعد الحجز لكي نلتقط بعض الصور، وأريد استعراض حقيبتي الجديدة. كنت أفكر في إلغاء موعد جلسة الأطفال. نستطيع البقاء في المنزل اليوم، وسأعد شيئاً ما. مطعم جيفاني باهظ، وخصوصاً أن الأسواق تنهار الآن كما ترين. ولكنني اعتقدت أنك أنهيت الصفقة الكبيرة. أجل، لكن لم أتقاضى المال، وقالت شركة إسكرو أن ذلك سيحدث في أي لحظة. إذن سنكون بخير. أبي، لا أريدك أن تذهب. أنا آسف يا صديقي. اسمع، سألعب معك عندما أعود. حسناً؟ حسناً. واو، تبدو أني رائعان. شكراً لك، ليس سيئاً بالنسبة للشهر الخامس من الحمل. سنذهب في موعد غداء. هذا حسابك؟ هيا تفضلي. شكراً سيد رينولدز، ألن تعطيها البقشيش؟ أجل، بالطبع. تفضلي. شكراً لك. تفضلي سيدتي. لذيذ،
أخبرتك أن الأمر يستحق. يجب أن نتوقف عند مطعم مايسترو لتناول كعكة الزبدة. سأرى إن كان بإمكان ستيفاني البقاء لساعة إضافية. كلا، علينا الذهاب. وعدت تامي أن ألعب معه قليلا. المعذرة سيدي، تم رفض بطاقة الدفع خاصتك. هذا غريب، كان من المفترض أن تصل الوديعة. خذي البطاقة الائتمانية. مرحبا كاثي، أنا أليكس. نعم، هل من جديد بخصوص الوديعة؟ يبدو أنها لم تصل إلى حسابي. ماذا تقصدين بأن البنك لم يرسلها؟ لقد وقعت. أو لا، لم أكن أعلم. حسنا، شكرا لك. واشنطن ميوتشل، البنك الذي من المفترض أن يقدم القرض، لقد تم إغلاقه، لقد فشلت الصفقة. ماذا؟ أنا أعلم، أردتها أن تتم، وليس لدي فكرة عما علينا فعله الآن، صدقيني. حسناً، في أسوأ الأحوال هناك الكثير من الأسهم في منزلنا. حسناً، وهل هناك أي دخل إضافي؟ مثل زوجتك؟ لا، إنها ربة منزل مع طفل قادم قريباً. حسناً، سأتحدث إذن إلى مديري وسنرى ما يمكننا فعله. شكراً لك. أعلم أن هذا ليس مثاليا، لكن عندما يولد كوري قد نستطيع دعوة أمك للعيش معنا كي تتمكني أنت من العمل. كانوا يتحدثون عن هذا الركود منذ سنوات. أنا قلق حقا. أنا لا أظن أنها فكرة جيدة أن تعيش أمي معنا. رأيت كيف أنني بالكاد أتحملها في عطلة الأسبوع. عندما يتم إصدار القرض الثاني على المنزل لابد أنه سيكفينا ريثما يعود كل شيء إلى طبيعته. أنا تحدثت للتو مع مديري وللأسف سيد رينولدز تم رفض طلبك، لكنني عملت معكم 15 عاما. أتعلم كم من الزبائن جلبت إلى هنا من أجل القروض؟ لابد من وجود شيء يمكنك فعله. إن كان دخلي هو المشكلة فعندها كلا، ليس هذا فحسب، بل قيمة منزلك. أنت في مأزق، قيمة الرهن العقاري الخاص بك أعلى من قيمة منزلك حاليا. هذا غير معقول، لقد سعرته منذ 6 أشهر. لدي 200,000 من الأسهم، كان ذلك منذ 6 أشهر وليس اليوم. كل شيء يتغير. مرحبا، أنا براين من مالية بي أم دبليو. إنفاقك البالغ 568 دولار لم يتم دفعه، فات موعد استحقاق حسابك. أليكس متوتر، لكن ما لا يعرفه أن الأمور سوف تسوء. المزيد من البنوك تغلق بينما تنهار أسواق العقارات. وبدأ أليكس يخفق في سداد الفواتير، وفي نهاية المطاف لم يستطع المواكبة، وبعد كل هذا خسر منزله. انتقل إلى شقة صغيرة مع عائلته وابنه، والتي قريبا ستكون عائلة من 4 أشخاص. ولد ابنه كوري، ورغم أنه يجب أن يكون أسعد يوم في حياته، شعر بشيء لم يشعر به من قبل، نوبة ذعر. وكان الأمر سيئاً لدرجة أنه خرج من الغرفة. قلبه كان يخفق بسرعة وأصبح يتنفس بصعوبة، ولم يستطع تصديق أن مشكلاته المالية أصبحت مشاكل صحية. مع ازدياد الضغط كان على أليكس الاعتماد على الأدوية من أجل التغلب على التوتر والاستمرار في يومه.
وكان هذا صعبا عليه. ومضت عدة سنوات ولم يكن أليكس جاهزا لتحمل ما سيأتي لاحقا. هاي أبي، بما أنك أنهيت الصفقة الجديدة، هل يمكننا الذهاب إلى يونيفرسال ستوديوز؟ أشل، أرجوك أرجوك أرجوك. حسناً يا رفاق، لقد كانت صفقة صغيرة لذلك ليست كافية. أعتقد أنه أليكس. يجب. هاي تيمي، هل يمكنك الانتباه لأخيك؟ مرحباً. مرحباً. أتعلم كم كنت أشعر بالغثيان مؤخراً؟ علمت أخيراً السبب. أنا حامل. أتصدق هذا؟ لقد كنت مصدومة حقاً. لابد أن النتيجة غير صحيحة. ربما يجب أن أذهب إلى الصيدلية لشراء المزيد من اختبارات الحمل. لكن أليكس، هل أنت بخير؟ لقد تحدثنا عن محاولة إنجاب فتاة، صحيح؟ الأمر ليس كذلك. أنا سعيد، ولكن أريد فقط المحاولة. أنا أشعر بأنني أب وزوج سيء و... كلا، لا تقل هذا أبداً. أعلم كم كنت متوتراً مؤخراً وفي السنوات الأخيرة، ولكن سأكون بجانبك مهما حدث. وأعلم أنني رفضت ذلك سابقاً، ولكن تعمل صديقتي ماجي في شركة تسويق وقالت لي إنهم يبحثون عن موظفين، لذلك أفكر في التقدم. أجل، شكراً لك، أقدر هذا حقاً، لكن حتى لو عملت فإحضار مربية سيكلفك راتبك بالكامل، لذا ما الفائدة؟ علي أن أفكر في الأمر. سأفكر في الأمر بمفردي. حسناً، أحتاج إلى دوائي. خذ، اذهب إلى أمي. هيا هيا. هل أنت بخير؟ أجل أجل، كل شيء على ما يرام، أنا بخير. أبي، أنا كبير لأدرك أن هناك خطب ما، من فضلك أخبرني. إن السنوات الماضية كانت صعبة جدا منذ أن انهار سوق العقارات. كل زملائي وأصدقائي أخبروني أن أمضي قدما فقط وأن أبحث عن مجال آخر، وأتمنى لو استمعت إليهم منذ زمن طويل. هل استسلمت؟ أبي، لا يمكنك الاستسلام، هذا يخالف كل شيء تؤمن به. ما الذي تعنيه؟ الأشياء التي كنت تخبرني بها عندما كنت صغيراً، عندما أرمي الكرة أو أركب الدراجة. إن استمررت بالسعي تجاه شيء ما، إذن ستصل إليه في النهاية. إلا إذا كنت فقط تقول ذلك ولا تعنيه. كلا، أنا كنت أعنيه، أعنيه بالفعل. إذن لا يمكنك الاستسلام، أنا أؤمن بك، أنت أذكى وأكثر شخص اجتهاداً أعرفه، سوف تجد حلاً، أنا أعدك. أحبك يا بني، تعال. أحبك أيضاً أبي. أحبك كثيراً. انظر، أتعلم، لما لا نذهب إلى هناك؟ موافق؟ مع القليل من الدعم من ابنه، قرر أليكس المناضلة وعدم التخلي عن عمله. رغم شكه في نفسه وقلقه المستمرين، واصل التقدم والعمل أيضاً. وبعد عدة أشهر استقبل ابنته الأولى بريدجيت.
كان متحمساً، ولكن المزيد من الأطفال يعني المزيد من النفقات. ازداد الضغط على أليكس رغم أن عائلته تحاول ما بوسعها لدعمه. مضت عدة سنوات واستمرت معاناة أليكس، لكن ما لم يعرفه أن الأمور على وشك أن تتغير. مرحباً، أعتذر على التأخير، كانت الطوابير طويلة. كان الجميع يتشاجرون على أوراق المراحيض ومنتجات التنظيف. إن الناس يحضرون لنهاية العالم. اذهبوا إلى الغرفة الأخرى، علي التحدث مع أبيكم. حسناً أمي. هل رأيت الإشعار على أجل أنا أنهي صفقة، لابد أن تكفينا لبعض الوقت الآن. لا مشكلة، لا أستطيع إلا أن أفكر أن الأمور تزداد سوءا الآن. كل شيء يغلق وكل المطاعم مغلقة. أنا لا أرى أي مستقبل للعقارات. لا أعلم، ولكن بكل الأحوال سنجد حلا. أجل، هل رأيتما الأخبار؟ عشرات الصناعات، ولكن بما يخص العقارات فإن البيوت في جنوب كاليفورنيا تزدهر. في ديسمبر أسعار المنازل كان أكثر من 717,000 دولار، أكثر ب17% من ديسمبر 2019. واو. أسعار البيع تساعد الجائحة العقارات على الازدهار. لم أكن أتخيل أن يحدث هذا. هذا معقول لأن الجميع مجبر على العمل من المنزل، وأسعار الفائدة منخفضة. أجل، مهلا اللحظة. مرحبا، أنا أليكس. نعم، تريد أن تعرض منزلك للبيع؟ نعم، أستطيع المساعدة. نعم، يمكنني الإعداد لذلك. أجل بالطبع. مهلا اللحظة. مرحبا كريس. أجل، لقد مضت مدة. عند غروب الشمس بالطبع. بعد أكثر من 10 سنوات من المعاناة، عمل أليكس في العقارات على وشك أن يتغير. على مدى العامين القادمين قام بإغلاق صفقات أكثر من أي وقت. إنه يكسب في الشهر أكثر مما كان يكسب في سنة واحدة، لكن من بين كل الصفقات التي أغلقها لم يتخيل أبداً أن تكون التالية خاصة به. إذن ما رأيكم؟ إنه رائع جداً. صفقة جديدة يا أبي؟ لا، إنها ليست صفقتي الجديدة. حسناً. إنه منزلنا الجديد. إنه الأفضل، أنا أعلم. أنا أعلم. أليكس، مضى وقت طويل. سمعت أن هذا المنزل للبيع. إن كنت تعرف شارين محتملين سيسرني أن أساعدك في القرض. لا يحتاج إلى شار محتمل، فهو الشاري المحتمل. أو حسناً، إن كنت بحاجة لمساعدة يمكنني أن أمولك. البنوك مستعدة للإقراض الآن، لذا لقد انتهيت من الصفقة البارحة وكانت كلها نقداً. لكن شكراً نيت، أقدر لك ذلك. نقداً بالكامل؟ أجل، واو، هي تهانينا لك. شكراً. إن كنت ستسحب المال أو كنت تعرف أحداً يبحث عن قرض فتواصل معي بالطبع. حسناً، سررت برؤيتك. أجل. المعذرة، لا يسعني إلا التساؤل، كيف فعلت ذلك؟ آخر مرة رأيتك فيها كنت في وضع سيء جداً. كنت أتوقع أنك ستتخلى عن العمل بالعقارات كما فعل الكثيرون قبلك. كنت على وشك فعل ذلك، لكن ابني ذكرني أنه إن استمررت بالسعي تجاه شيء ما ستصل إليه في النهاية. ما زلت لا أصدق بعد كل هذه السنوات نحن هنا الآن. هذا رائع، إنها نعمة من الله. أجل. حسناً، تهانينا لك يا أليكس، أنا سعيد لأجلكم. وأنا أيضاً. هذا جميل. يا رفاق، لدي مفاجأة أخرى لكم. حسناً،
بطاقات إلى يونيفرسال ستوديوز. أجل هذا رائع. سنذهب في جولة داخل المنزل ومن ثم سوف نخرج معا. حسنا هيا. أنا فخورة جدا بك. بما أننا ذاهبون إلى يونيفرسال فاعلموا كم سيكون المكان مزدحما. أتريد؟ لا أحتاجها أبدا، كنت أتمرن وأقوم بالتأمل وأشعر أنني أفضل من أي وقت مضى، وأشعر بشعور جيد لدرجة أنني أعتقد أننا نحتاج إلى الحديث عن إنجاب طفل رابع. إن هذا قد يحتاج نوعا آخر من الحبوب في الواقع ثلاثة أكثر مما أحتمل.